خرجنا حتى نساند اخوتنا هنا بساحة التحرير، واحنا كجامعتنا جامعة بغداد وباقي الجامعات اتفاق بيناتنا مستمرين بالاعتصام الطلابي لحين تحقيق المطالب للمتظاهرين ان شاء الله، واحنا متفقين ان دوام ماكو الى حين اسقاط هذا النظام. احنا طبعا اهم مطالبنا هي التعيين بالدرجة الاولى، وان واقع التعليم اصلا تعليم فاشل. احنا كطلاب جامعه، واحكي لك عن قسمي كقسم فيزياء، لا مختبرات براسها خير، لا تدريس براسها خير، يعني ماكو مستوى متدني كلش. واحنا طلعنا مجموعه طلاب من منطقه حي العامل اللي هي اعداديه العامل، طلعنا نتظاهر في ساحه التحرير ان شاء الله ومنتصرين. طبعا نطالب اكيد احنا نطالب استقالة الحكومة، والحكومة لو ما تقدر تشتغل اكيد تستقال، وكل واحد يعرف نفسه يبوق واللي ما يبوق. ان شاء الله نبقى مستمرين وما نرجع حد ما تنفذ كل مطالبنا. والله احنا من طلعنا خاطر شو اسمه نأمن المستقبل، يعني نعرف اللي قبلنا تخرجوا وما حصلوا تعيينات، احنا نحاول نعين ذولي او نأمن مستقبلنا بالمستقبل بحيل الله وبجهود الطلاب هاي، وان شاء الله نتمنى من العالم كله تطلع على مود يسوون تغيير للعراق وللاجيال القادمه. والله مطالبنا احنا نريد وطن، نريد حكومه بها حظ، حالنا حال باقي الدول، نريد دستور، نريد طائفيه هاي نقضي عليها، هاي العشري حالنا حال الدول. احنا من جامعة بابل من الحلة، صارنا هنا تقريبا من بداية 25، وبداية همين من 1/10 همين. والله الطلاب طالع اليوم وتجمع مسير جامعات الموحد بغداد وبساحة التحرير، طالعين مطالبهم من أجل مستقبلهم وشهاداتهم، لأن مثل ما تعرف أغلب الطلاب خريجين وما عندهم أي فرص عمل، يعني تلقاه متخرج يروح يشتغل كاس لأن تعبه دراسته اللي ضيعها التعب عليها، هاي انت قاعد تشوف قدام عينك الطلاب. نطالب بإزالة الحكومة شلعا، إلغاء نظام المحاصصة والبرلمان والأحزاب القديمة والجديدة اللي هسه اجتنا بالجديد حجة حماية للعراق، وش اسمه احنا هذا بعد ما نريده، تعبنا منه، شعب صار واعي، شباب مثقف.